نحن متواجدون الآن بشاطئ المغرة لعرف حادثة غرق لصيادين يوم 21 فيفري 2021 على الساعة 7 مساء. نحن اليوم الثالث على التوالي. للتذكير الصيادين يبلغان بين العمر 35 و 37 سنة. الظروف الجوية ما ساعدتناش على عملية البحث خاصة في لوفون صافي دير لي بلونجيري يروحوا للفون، لكن عمليه المسح شامله اولا عن طريق زورقين مطاطيين اللي كاين والبحريه ايضا.